بعد اذنكم طبعا ايه احنا لو في سادة متفرجين او يبقوا ورا عشان الصحفيين يبقوا قدام يقدروا يسالوا يقدروا يسمعوا كله صحاب. اوكي طيب برضو بعد اذنكم احنا عملنا ندوه الخميس اللي فات فكان التلفزيون مش قادر يصور من الصوت وانا مش لاحقه كنا بنعيد الاسئله كتير فكنا بناخد وقت على قد ما هقدر عايزه اجاوب على كل الاسئله فنحاول ساعدوني انه احاول اجاوب على كل الاسئله اللي انتوا عاوزين يعني تسالوها وكده. طيب نبلش نبتدي بعد اذنكم لو ما لاقيكوش تحت امركم كل اذان وصاغيه تحت امرك مساء الفل. باسم معظم الزملاء المصورين والصحفيين نهدى بعد اذنكم نسمع بقى ونشتغل اتفضل حضرتك. باسم معظم الزملاء هناك مأخذ على اول شيء شرفتي لبنان الله يخليك ومثل ما حاسه انك عامله حزب بلبنان هلا الكل بيحبك والكل عم يحكي فيك. احنا بدأنا الموضوع ده اول سؤال؟ لا مش سؤال هذا بس بدي اقول لك كلمه باسم الزملاء هي انه ما تم تكريم الاعلاميين في لبنان عبر العرض اللي انعمل لمسرحيتك وخصوصا في الافتتاح لم يدعى اي اعلامي ومنع معظم المصورين من ياخذوا ولا صوره فانت بما انك لأول مرة بتشرفي على لبنان وبتطلعي على خشبة مسرح عنا بلبنان كان مفروض انه كل هالناس اللي هني هلأ لبولك الدعوة ومنهم نحنا انه هودي يتكرموا عبر حفلة خاصة كانت تنعمل خصوصا بالافتتاح لكن تلقيتي عشرات الأغلفة اللي تنزل بالبلد لإلك والصور مش بس نشوفك بصور الحفلات اللي عم تنعمل بأكثر من مرة عليك. طيب بس هاي باسم زملائك بتصور كده تسمح لي اعتبره سؤال محتاج انا من حاجة اجاوب اسمح لي اعتبره سؤال طيب بعد اذنكم هنهدى بقى لو سمحت اولا الندوة دي انا المسؤول عنها وانا اللي داعياكم برا المسرحية والمنتج يعني دي انا شريهان انا ما اعرفش وما حدش بلغني انه ما حدش دعاكم بس اللي انا اعرفه انه منتج المسرحيه هو الاستاذ سمير خفاجي اللي جايب المسرحيه على عاتقه يعني ما احناش جايين تبع متعهد او تبع حد واخدناه وجايين لبنان فهو المفروض فيمكن هو صغي عليه او وسط المشاكل اللي كان هو فيها المسرح ما كانش مجهز خالص ما كناش ناويين نطلع في يوم العرض نفسه في فنانة تعبت جدا واضطرت انها تنزل لمصر وما كملتش مع العرض اللي هي السيدة سوير البارونى في فنانة جوزها تعبان اسمها مدام لبنى فالمسرحية بقى ناقصها تقريبا 3 ممثلين طبقنا ال اتصل اقعد مش هقدر طبقنا الـ تقريبا ليلتين عشان نقدر نعرض في نفس اليوم اللي احنا بلغنا ان احنا هنفتح فيه اللي هو يوم الخميس وبدأنا نشوف نفتح ازاي معانا تقريبا 80 او 90 شخص في المسرحية وده كله على حساب سمير خفاج يعني لازم يدفع اقامة واجور وبدلات وحاجات كتيرة جدا ولانه عدد الفرقه كبير ما قدرش اي متعهد ياخدها على عاتقه فاضطر الاستاذ سمير خفاجي هو كان هو بيحب لبنان وانا كنت مصره اني اجي كمان لبنان لان بعدين لما نخش هقول ليه انا كنت عاوز اجي لبنان فجاء خدها على حسابه حتى لو خسر فانا افتكر انا مش بديله عذر لكن انا افتكر انه ده الاسباب دي واحنا عمالين نجيب الممثل ده يعمل الدور ده وناخد راقصه تعمل الدور ده وناخد ممثل نعكس الادوار سهي عليه الى جانب انه المسرحيه مرهقه جدا يعني انا ظهوري مثلا اول استعراض تقريبا يا ريت نلغي التليفون بعد اذنك دخولي على المسرحيه تقريبا ساعه الا ربع رقص ما بقدرش اخد نفسي لو مفيش تكييف ما بقدرش ارقص مفيش كان تكييف الخشبه لا تصلح للرقص الارض شدينا خشب بس الخشب بيعمل كده السلالم فيه استعراض للسلالم بيقع الاضاءه اجهزه الاضاءه الزوم مش جايب اخر مصر ما نقدرش نحطه هنا كان كم من المشاكل غير طبيعي اوض الممثلين بعيده جدا انا بغير اون ذا ستيج بغير على المسرح ما عنديش حته ماسكين لي ستاره كده مرة يمسكوها مرة ما يمسكوهاش ولازم اغير
ملهاش حال يا مخشش على المسرح. كان كم من المشاكل غير طبيعي غير طبيعي. فإما ما افتحش والناس دي تقعد هنا هو العاملين كله بدأ يعمل كده، اللي عامل عامل كده واللي عامل كده واللي بيعيط والناس جاية تشتغل جاية تاكل عيش. انا كفنانة مدية وعد للجمهور هقدر اقدم مذكرة تفسيرية، انا ما فتحتش ليه؟ هفقد الثقة بيني وبين المتفرج اللي جاي لو اجلت، ولو اجلت يعني استنى ممثل يجي من مصر يعني افتح بعدها بثلاث اربع ايام. فكانت قضية فظيعة. انا دي مش مسؤوليتي لان انا فقط ممثلة. المفروض انه الادارة كانت تدعو جميع الصحفيين وما نساني يعني حضرتك معاك حق بس انا يعني اسمح لي ان انا ببرر له حقيقي موقفه، ولكن صدقوني بعد اذنكم صدقوني انا ماليش اي ذنب. لن اعلم لو اتقال لي او لو عرفت او قالوا احنا انا كنت رفعت سماعه زي ما عملت الندوه دي. قيل للصحافه الكلام التالي بعد اذنك، لا انا محتاجه للصحافه الكلام التالي، العرض الواحد يكلف 30,000 دولار بيطلع العرض الواحد. وهني منو مستعدين يواجهوا اي دعوة للصحفيين مقابل انه يفوتوا الناس كلهم ببلاش مجانا. لانه كل حفلة بتطلع 30,000 دولار. هذا الكلام انا سمعته شخصيا. الكلام بدي اقول لك بعد اذن حضرتك الكلام ده من مسؤول في المسرح؟ نعم. أدرى بعدين انتوا عندكم مدير الفرقة لحظة مين؟ بدك اياه على الهواء هلا دغري؟ ما فيش اي مشكله. الكلام اللي عم بقول لك اياه قبل باسبوع من افتتاحكم، وكان في عندكم مدير الفرقه في لبنان اللي هو وجيه الشناوي وجدي الشناوي كان عمالي بيقوم بعمليات الاعداد. مش هو اللي حكي. اللي حكي هناك اخر. انتم نازلين بانتاج مشترك؟ لا انتاج واحد. الانتاج واحد؟ انتاج سمير خفاي. قيل لنا الكلام اللي عم بقول لك اياه انه يكلف العرض او يجني ايراده 30,000 دولار. مانو مستعدين يعملوا العرض الاول ببلاش لانه ما بدهم يخسروا 30,000. فانا بدي اقول لك انه هاي المشكله صارت لكم انتم. انه الاعلام لم يغطي لا افتتاح. انا مش ببرر موقفي على فكره علشان غلاف. انا مش ببرر عشان غلاف، انا مستاء اساسا ليكم لشخصكم لشخص مجله او لشخص صحفي، لكن مش لغلاف. معلش يعني مش لغلاف. لا انا مش بتكلم عشان عايزه غلاف خالص. انا مستاء ومتضايقه انه ده يحصل لشخصكم، مش لانه بتكلم اني عايزه غلاف. فاهم قصدي ازاي؟ لكن اللي انا عايز اقوله انه فعلا تكاليف الفرقه غير طبيعيه، مش قادر يعني يا دوبك بتغطي. سمير خفاجي مكسبه ما هوش فظيع في الروايه، صدقني الكلام دوت مظبوط. احنا 40 راقص، احنا تقريبا 30 عامل، احنا 15 ممثل غير المجاميع غير الكومبارس غير العمال غير الصوت غير النور. ولكن كان ممكن يحصل عمليه توضيب وتنظيم بحيث مجله كذا وكذا وكذا يوم كذا، مجله كذا وكذا وكذا يوم كذا. فاسمحوا لي حطرتي لك ما معنا مشكله. انا ما زعلانين. لا بس عيب عيب انه ده يحصل معاكم. اول مره في لبنان وفي عرض مسرحي لا حضرتك ولا فريد شوقي ولا هشام سليم ولا النجوم اللي معك حدا قدر يغطيهم الصحفيين مشانكم. مش دلوقتي انا بعتذر وعايزه بعد اذنكم حد يساعدني لانه انا ما عنديش اسامي المجلات كلها. فعايزه بعد اذنكم اسامي المجلات كلها واسامي كل لا الناس. لا كلنا شفناها بفلوسنا ما في مشكله. تمام. لا لا بجد. طيب على العموم ده كتير عليا وسامحوني واسمحوا لي اعتذر في العرض القادم لما يكون انتاجي. خلاص ان شاء الله. ساعتها وجهوا لي اللوم وانا منتجه وما عزمتش وانا اول مره اجي البلد ما اعرفش المجلات ما اعرفش العناوين فدي مش مشكلتي، ولكن سامحوني وامسحوها فيا وان شاء الله يوم ما انتج اوعدكم انه هفتح لكم اول شهر بس صحافه واعلام. تحت امركم. انتوا كتير وقفتوا مع الفنانين وكتير شلتونا وده اضعف الايمان انه يوم ما تيجي لحظه نقدر نشكركم بيها ونقول لكم بليز شوفوا العمل ده كان اقل واجب. عشان كده انا بعتذر. اسئله يلا. شريحه وقت اللي رحنا نصور نحن بالمسرح انا رح بدي باسم الصحافه اللبنانيه بدي صور عن المسرح. أيوة. بيرد علي شخص هوني من فضلكم اسمع لو سمحت بيقول شريحان رافضه التصوير على المسرح. ده حصل حقيقه. فينا نعرف ليش؟ فيك. انا بعد اذنكم حطيت بعض لما جيت ابتدي في المسرح ما كنتش بس كل هم اني اعمل مسرحيه كويسه او ناجحه او كده، لا قلت بدايه العمل مبادئه وقوانينه وقيمه.
واسس اسس المسرح نفسه. الدخول يوم انا عايز اشتغل على مسرح، انا عايزه ان شاء الله اوصل لواحد في المية من الغرب من اللي بشوفه بره. يوم ما امنع سيجارة على شخص يبقى جميع الناس ممنوع يشربوا سجاير، لما واحد يشرب وبقيت الناس ما بتشربش ده عيب، يا كل يشرب يا كل ما يشربش. فانا ما عنديش سجاير بتتشرب في المسرح، ما عنديش كاميرات بتكون في المسرح، ما عنديش اثناء الاستعراضات حد بيخش حتى لو جه متاخر، لانه في واحد التزم واحترمني وجالي في معادي وقعد في كرسي، والاستاذ ده ما احترمنيش، ما بيبقاش ده زي ده، لازم اللي جه متاخر يستنى لغايه ما يجي بلاك اوت ويخش، زي ما بيحصل في اوروبا، زي ما شفت دوت في كات او فانتوم اوف ذا اوبرا ولا ايفيتا ولا ولا. ما عنديش بوفيه في المسرح، البوفيه بره. جايز في بعض المسارح بتحب ده، بيحصل عندهم سجاير وكاميرات وبوفيه و و و. اللي قدرت احققه من قيم وتقاليد كانت موجوده زمان جدا، يعني ايام الريحاني وايام الناس العظام دي كانت موجوده، ولكن للاسف انتهت. فانا جيت قلت مفيش تصوير ومفيش سجاير ومفيش كذا وعالكل، لدرجة انه عندنا السيد رئيس الوزراء لما بيجي بيشرب سيجارة في المكتب مش عيب، بيحترم القانون، قانون المسرح كده. خليني اكمل لك. المسرحية ليها صورها، يعني متصورة كاملة. المسرحية استعراضاتها صعبة واضاءتها اصعب. انا مش حابة الصورة اللي تطلع انت مش عارف العرض شكله ايه، مش عارف الزاوية منين، انت اول مرة تخش. البوز اللي خدته في استعراض، في رفعة رجل، في نزلة رجل، في لفة، في كلمة، مش هو البوز المظبوط بتاع الخطوة، فده ممكن يشوه شكل الاستعراض. انا صورت كل الاستعراضات، صورت كل المسرحية وجاهزة لأي مجلة عاوزة صور من الاستعراض الفلاني او المشهد الفلاني تحت امرك اتفضل. زي ما بيحصل برا، تروح برا اول حاجه بتنزل بتقول من فضلكم مفيش تصوير مفيش كذا مفيش كذا. المسرحيه لانها ميوزيكال ولانها فيها 12 استعراض ما اقدرش، ما هياش واقفه في النص بترقص الشرقي وخلاص، فممكن تاخد اي صوره واي بوز، ما ينفعش. فاهم قصدي ازاي؟ فالصور موجوده لاي حد، وده قانون فرقه. افتكر انه مش عيب انه ممكن يحترم، يعني ما هواش حاجه بشعه. بس احنا ما عملناش ده في لبنان، بس ده من يوم ما فتحنا من مصر. في صحفي البعض بكسر الشيخ ده بأشياء اخرى، ايه لا لا اتفضل فسره بايه، ايه التفسير الغلط في كده؟ حقي ان انا الاستعراض ما يطلعش بصوره غلط، حقي ان رفعه الرجل ما تبقاش مرفوعه غلط، حقي ان كل الراقصين، انا معايا 30 راقص في الاستعراض، ال 30 بينزلوا في خطوه واحده على الارض، ال 30 بيطلعوا في خطوه واحده فوق. طيب لو واحد طلع قبل واحد ولا انت خدت صوره مش مظبوطه، ده بيضرني انا، بيسيء ليا. اتفضل. انا معني بسال اسئله ثانيه. طب اتفضل. اللي حاصل انك بلشت صغير كثير، والله يطول بعمرك، بعدك صبيه، الله يخليك، ما عديتي العمر الكبير، الله يخليك، وانت شغل شاغل كاسم وكنجمه كممثله بالسينما بالتلفزيون بالمسرح بكل المحلات. لكن ليش الظروف العامه تعاكسك دائما؟ يعني مسيبي هلا انه اسمك اكبر بكثير، يعني عند الناس كلها الحمد لله انه بتغيبي 3 سنين تعودين وكانك لم تغيبي هذه الفتره الطويله. الله يخليك يا رب. شو يعني شو 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 المحور بشخصيتك لحتى لي في عندك ظروف حياتيه عم تاثر على مسارك كنجمه؟ يعني ما عم تكون الامور كلها متتابعه ورا بعضها. حضرتك بتسأل في أنهي جزئية؟ إيه السر في إني كل ما أغيب ممكن أرجع بنفس الشكل، ولا يعني إيه اللي ولا إيه العواقب اللي بتعكسني في يعني بتضلك لماعة قد ما غبتي، ومع ذلك دايماً عندك مشاكل وظروف خاصة صارت الناس كلها عارفتها. أولاً أول نقطة ممكن أتكلم فيها، أولاً ربنا سبحانه وتعالى لما بيحب عبده أو بيحب إنسان بيديله من عنده، بتبقى من عند ربنا. فأنا الحمد لله عندي ثروة في جماهيريتي، الحمد لله شايلاني دايما. ده نمرة واحد. زي ما حضرتك بتقول مثلا زي الحادث، غبت تقريبا عن النوم 3 سنين، لما رجعت كأني كان امبارح. وبالفعل هم يعني حتى في الحادثة، رغم ان انا في الحادث كان في اشاعات كتيرة وكان في كلام كتير في الجرايد، وللأسف
في بعض المجلات الودانية أو الغير بناءة كانت بتحاول تجرح أو توجع بالألم. مش عارفة أركز بصراحة مش عارفة. لكن كان في بعضهم برضو بيطبطب علي رغم كل الإشاعات اللي اتقالت انه اترمت من تاني دور. لا حادث. طب حادث مرسيدس؟ لا بي ام. لا عربية كاروس. وقال الثانوية العامة شريان كانت تقود دي ولا دي. كل العشرة ضربوها. مش كلام كتير قوي. رغم كل اللي اتقال ده كان بيكلمني من جميع انحاء العالم ناس بتقول لي قومي ما تقريش جرايد، ما بنصدقش الجرايد، ما يهمكيش، ما تفتحيش الجرايد. واحدة بتكلمني بتقول لي انا بشتغل في سنترال، كانت لبنانية، بشتغل في سنترال ومرتبي بسيط جدا، اللي باخده بعالج بيه بنتي، ما عنديش غيرها وحيدة، فضلت ان الشهر ده ما اجيبش العلاج واكلمك في المستشفى. قالت لي ارجوكي انا برفع السماعة عليكي بقولك ما تقريش جرايد. رغم ان الجرايد كانت ساعتها مثلا بتكتب اشاعات ممكن تقلل من جمهوري او لانه لو في 1% ممكن 1% يصدق اللي بتكتب. فاهم ازاي؟ رغم دوت الناس بدات تبقى فاهمه وواعيه بتحب الشخص دوت وخلاص ومش مش مش فارق معاه مش مصدقه اللي بيتقال على الشخص. رغم دوت انا الحمد لله لو حضرتك تحسب اعمالي مثلا السينمائيه وتحسب اعمال مثلا اي فنانه تانية في نفس جيلي هتلاقي انا مثلا عامله يمكن 11 فيلم او 12 فيلم، 3 مسرحيات، 3 سنين فوازير، كلام فاضي بالنسبه لواحده في نفس سني عامله يمكن 150 فيلم بنفس الشهره. فاهم ازاي؟ وجايز اعمالها اللي هي غير راضيه عن عنها اكتر بكتير من اللي انا يمكن اكون مش راضيه عن فيلم او 2 في ال 12 فيلم. في 150 يمكن يكونوا فيهم 3 أو 4 كويسين والباقي مش كويس، لان النسبه اللي انا راضيه عنها انا راضيه عنها والمتفرج او الجمهور بيحترم ده. دي جزئيه. ده من ده رصيدي اللي كان بيرجعني بسرعه. نمره 2 اللي بيعوقني كتير في مشواري الفني انا حساسه، يعني بطبعي حساسه جدا و من النوع اللي بيتأثر بسرعة من أي شيء. لكن ما عنديش يأس في الحياة خالص. ما عنديش حاجة اسمها يأس. ما عنديش حاجة اسمها خلاص مدام هم مش عاوزين كده يبقى أنا هعمل كده. عمري ما هتغير. أنا هفضل زي ما أنا مهما حصل مهما اتكتب مهما لكن حساسيتي دي بتخليني في أوقات بقول طيب انا عماله بدي 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 ما بلاقيش. يعني في الاول كنت يصعب عليا جدا من الاشاعات، يصعب عليا من اي حد يكتب علي اي حاجه. جوزوني 92 مره، مش عارفه طلقوني كم مره، كتير كلام مش انا خالص. وبعدين انا كمان انسانه، يعني انا ليا اخوات، الاخوات دول متجوزين، اختين ليهم ولاد متجوزين. شريهان الانسانه ده مش بيوجعوني في بس في 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 الجمهور اللي بيحبني، لا ده في الجامعه، في الشارع، مع البواب، مع جارتي، مع اختي، مع جوز اختي. مش مفروض ان انا ابان لان انا مش كده. يعني من كنت انا محاسبه وانتوا بتكتبوا العكس. شيء يوجع فعلا. يعني فوصلت كده في مراحل دي بره الحادث وبره ده كله قلت مش هكمل، مش عايزه خلاص. انا بحب الفن لكن مش عايزه فن. و ما بقاش كمان فن دلوقتي. بقى ايام السيده فاتن حمامه كانت المساله صعبه جدا انها تبقى فاتن حمامه، كانوا معددين على الصوابع. بعدها نقول مدام ميرفت امين ومدام نجلاء فتحي كانت برضو صعبه بس اقل. بعد كده يسرى وليلى علوي وانا صعبه بس اقل كتير. دلوقتي مفيش اي شيء من الصعوبه. اي حد عاوز يمثل الصبح يقدر يمثل، اي ممثله اعلان عايزه الصبح تبقى نجمه، اي حد في الشارع شعره اصفر يعني غدره هيمثل خلاص. ليش نحن بنحبك كعرب اكثر من المصريين؟ وهذا سؤال مباشر. الصحافه المصريه لم تكتب يوما ليش نحن بنحبك كعرب اكثر من المصريين.
وهذا سؤال مباشر. الصحافة المصرية لم تكتب يوما نقد إيجابي لأفلامك. أنا بأخذ على سبيل المثال فيلم الحب والإيدز. هذا الدور العظيم اللي عملته بالفيلم، ولم أقرأ نقدا مصريا واحدا إيجابيا بحق الفيلم. وهذا هاي مشكلة قريت نقرأ كتير وصلنا كل شيء إلى غيره. السؤال ليش العرب بيحبوك النقاد والصحافي والناس أكثر ما بيحبوك بقلب بلدك؟ خليني أديله عذره اللي قال حب الرب، جايز إنه ده رأيه في العمل أو في الفيلم، لكن مش هقدر ألوم الصحافة المصرية كلها إنها بتهاجمني، لأنه في صحافة كتير لبنانية بتهاجمني. أنا من يوم ما اتولدت بجد، أنا بكلمك بجد، وأنا بتشتم بجد. مش معقول ما خلوش لا نسب ولا جواز ولا حادثة ولا عمل ولا رقصة ولا فيلم. حضرتك بتقولي مثلا ايه اغلفتك هنا هوت الحفلات، ولا صورة من اي حفلة انت شفتها، كلها صور قديمة ولا صورة. طيب في بادي جارد كان معك كتير هاكل بيروس. جيم ارد لك على ده، الصور دي بتاع السنة اللي فاتت والله، وش ولا صورة من السنة دي. السنة دي معايا. ليش معايا؟ شويش حاضر تحت امركو. مش هقول كلمة. لا انا بحب الشغلة انا بادي جارد. لا خلينا هو حضرته سأل خليني ارد عليه اذا بتحب. افندم اعمل ايه؟ لحظه بس اوكي. حضرتك اسمك؟ السؤال اللي سالتك ليه انه حضرتك رح بحبك كثير وانت بتحب لبنان، جيتي محاطه ببادغاردي الحاج اللي وقفك بين شعبك وبينك انت. هالشيء ما بيترك اثر سلبي لبدا مغادرتك لبيروت؟ حضرتك مجله ايه؟ مجله كلام الناس بتنطبع بمصر. ثانيه واحده، كلام الناس اللي بتنطبع في مصر كلام بس. انت بتقول ان ان انا البادغارد اللي معايا انا خايفه من ايه؟ شفت البادي جارد اللي معايا؟ انا ما شفت بس قريت بكل المجلات. مش عيب. مش عيب. شفت انا بيحصل فيها ايه؟ ودني. شوف واسال. قول لي سمعنا كذا، هل ده صحيح ولا لا؟ وبعدين اسالني. اقول لك قصه بقى البادي جارد. اللي حصل انه انا لما جيت لبنان، اولا عشان نكون واضحين احنا بنتكلم بصراحة عن المقالة اللي كانت في جورنال الشرق. اولا في البداية اقول لكاتب هذه المقالة لما تحب تشهر جورنالك او تشهر نفسك شير بعيد عن شريان، عشان كفاية بقى اتهاريت كمية الناس اللي عمالة تكبر اسمها على كتافي واسمي وسمعتي. اولا كان من الرجوله ومن الشهامه بالضبط، ولو كان الراجل دوت صاحب قلم بجد عارف هو بيكتب ايه كان يكتب اسمه في اخر مقاله عشان اعرف اكلمه. عيب انه يسيبها فاضيه. دي نمره واحد. نمره اتنين، هو بيقول هل شريان تمشي في مصر وكده زي ما هي ماشيه في بيروت. ايوه انا ماشيه في مصر فعلا بسكيورتي، وهنا عندي سكيورتي بس مش جايباه معايا، مش عايزه اسميه كمان سكيورتي، وانا بعيش عصر الميليشيات زي ما هو بيقول، ولا هم عينيهم حمراء وماشيين يضربوا ويكسروا، ولا يا ويل اللي من اللي يجي جنبي هيتقطع، ولا الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده. انا فقط في اثنين ثلاثه او اربعه كواسي انا بعتبرهم مش سكيورتي، انا مش عارفه لبنان، مش عارفة في نقط كتير انا بقف عليها انا معرفش مفروض اقول ايه. انا جاية هنا ست من غير جوزي من غير اخويا من غير ابويا من غير عمي، يعني مفروض انا بقولك اسامي او القاب اللي ممكن واحدة في سن يكونوا بيحموا اخ او اب او ام او معرفش البلد كويس. برجع من المسرح متأخرة، عايزة اروح جبل، عايزة اطلع حارس، انا ما اعرفش اروح بالطريق. معايا تقريبا 12 او 13 راقصة بنات على طول معايا، ما نقدرش نرجع من مسرح واحدة او اتنين او رحنا تعشينا 3 و4 الفجر لوحدنا، محتاجين حد يوصلنا الاوتيل، حد يودينا المكان دوت عشان ناخد تاكسيات ونمشي. تاني حاجة انا في مصر زي هو بيقول هي ماشية كده في بلد، ايوه في اي بلد ايوه، مش لاني خايفة خالص.
لاني محتاجه حد يوديني ويجيبني ويطلعني، مش ماشيه ب 500 واحد. بلس ان انا للاسف شخصيه عامه، فمحتاجه انه اخش المسرح في وسط 1000 نفر بسرعه، مش عارفه لوحدي، مش عارفه. محتاجه انه اركب عربيتي بعد ما هلكت بعد 4 ساعات ونص، مش عارفه فاهم ازاي. ففقط لتهدئة الامور، لتوصيلي لمرواحي، لمعرفتي الطريق، عشان يودوني مكان انا مش عارفة اوصله. بس انما انا خايفة من لبنان ولا خلوني اتكلم بعد اذنكم في الموضوع ده. لكن تفتكر في اي بنت عادية ماشية في الشارع، انسانة بسيطة جدا، ممكن تروح المطار بقميص نوم؟ تتخيل انت يعني، انت وانت بتقرا المقاله كده لما قال لك شريان راح توصل ولاد فريد شوقي بقميص نوم شفاف، لازم هتروح مقطع الجورنال رميه وتقول له عيب عليك، عيب بجد. مش شريان عموما، مين بيروح المطار بقميص نوم؟ عيب. اتصوري يعني عيب. وبعدين طبعا انا لا وصلت ولاد فريد شوقي ولا رحت المطار اساسا، ماشيه في الـ في الـ في الكوريدور بصينيه المكرونه في الكوريدور. انا مش مديها حجم، لا انا لانه شفت السؤال انا خفت، هو بيسال السؤال فمن حقي ان انا اجاوب بس ببساطه. لو انت قريت اللي تحت الكلام واللي فوق الكلام كنت قلت عيب. وبعدين الجورنال ده احنا عارفين انه ما بيتوزعش، يمكن بيوزعوه بالايد هنا. انما العيب بقى عارف فين؟ لما تيجي مجله كبيره محترمه جدا 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 زي الشبكه، برده ما شافتش سمعت زي حضرتك، وخدت الكلام وراحت كاتباه في المجله في كارت بلانش وقايله شريهان بتعيد عصر الميليشيات. خايفه من ايه شريهان؟ ولو انت خايفه جيتي ليه؟ خايفه من ايه؟ انا جايه في وسط الحرب وهم بيقولوا لي على بعد ساعتين ضرب، هخاف من ايه؟ انا نازله 73 من هنا، مش خايفه. مش مسألة ان انا اما بجيب شوفير مش خايفة، او انا لما اتجوز ابقى خايفة ما جوزي هيمشي معايا. يعني المسألة مش خوف، مسألة مش عارفة البلد وشخصية. وبعدين مش انا بس اللي ماشية بسيكيورتي هنا، انا شفت مطربين كتير ماشيين بسيكيورتي، شفت رجال اعمال ماشيين بسيكيورتي. ايه العيب اللي فيه؟ انا مش فاهمة. شريهان بيقولوا انه مدام سهير الباروني سافرت عن القاهرة لانتقاص جزء من دورة بالمسرحية. لم يحدث. انه اواصت تلفزيون المستقبل سمعناها، يعني من ناس بتلفزيون المستقبل سمعنا عم بيقولوا انه غادرت مدام سهير الباروني لانتقاص جزء من دورة بالمسرحية. لا لم يحدث. مدام سهير الباروني فقط هنا هو تعبت شوية، وغير انها تعبت انتوا عندكم هنا هو ال شباب عميمة الصحفي اللي ما بده يحضروا الله معه، واللي بده يحضروا يعطونا شوية سكون. خلاص هذا واحد من بدي جارد تاني بس هاي البدي جارد بدي جارد. مدام سهير الباروني فقط لما جات هنا هو عملنا بروفا جنرال، وكان في حضور الرقابة وكانت بتزود كلام كتير، وإحنا كنا ملتزمين بعدد الساعات بتاعتكم، وإحنا من قوانين الفرقة برضو إن إحنا لما نطلع برا، لو طلعنا الكويت، لو طلعنا لبنان، لو طلعنا البحرين، عرضنا كما هو. من برضو من قوانيننا إنه لا عندنا لفظ خارج ولا كلمة مسفة ولا إيماءة بأي شيء خارج عنه. مش بس عن النص ولا عن الأداب العامة ولا بحركة ولا بكلمة. لما جينا هنا فوجئت إنه كل المسلمين عايزين يرحبوا بشعب لبنان. فالبداية كانت مدام سريعة نقول شعر بقى، نقعد نقول 15 صفحة باللبناني. فالشخصيات فكده فجأة هنبقى كلنا بنتكلم لبناني على المسرح. طبعا شيء جميل، بس احنا جايين مصريين، مش كل ما نروح بلد هنتكلم بلغتها، فاهم ازاي؟ فقلنا انه مفيش اي زيادات هتحصل في الرواية نهائيا، ولا كلمة اللي كنا بنعرضه في مصر هو اللي هنعرضه هنا، مفيش كلمة اضافية. مدام سهير الباروني زعلت واستاءت، كانت تعبانة جدا، كانت حتى راحت مستشفى هنا كان عندها ضربات قلب، كانت عايزة تعمل رسم قلب في المستشفى، فخافت وقالت عايزه انزل لاولادي ونزلت. مدام شريهان بس كان موقف منها مش مظبوط، لانها ده كان فيه لوي دراع
للفرقة، وكان في قطع عيش لناس كتير جدا، العمال والفرقة وكل الناس جايين يعرضوا، وهي فجأة قالت مش هعرض مش هشتغل. فكان قدامي حل باثنين، يقفل وقعد اسبوع لغاية ما اجيب ممثلة من مصر، يفتح برضو مهما كان الظرف. ففتح لايف فرقة الفنانين المتحدين تقدم على مسرح بيكاديلي شارع الحمراء. حفل سواري يوميا الساعة 8 المساء ما عدا يوم الاثنين، حفل ماتيني يوم الأحد الساعة 6 مع تحيات تلفزيون المستقبل. نظرا للإقبال الشديد الرجاء الحجز مسبقا. المصريين الكبار اللي اجوا على لبنان وغنوا بلبنان راحوا مثلا رجعوا على مصر حكيوا كلام مشين للشعب اللبناني. فشو رأيك بهالشيء اللي عم يحصل هيدا؟ يعني نحن عم نجي للفنان المصري نستقبله ببلدنا ومنأهل فيه ومنحترمه، بالعكس نسمع كلام آخر إنه الشعب اللبناني شعب مثلا مش بحب لهالفنانين. وأنا رح سمي بالاسم حتى الفنان الكبير عمرو دياب اللي استقبلناه هون على شفوفنا. طب أنا عايز أقول حاجة حتى الفنان اللبناني عميك عم يتحارب. لا 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 احنا عندنا لا ثواني بشويش خلوني اجاوب بسرعة رغم ان السؤال ده خارج عني، يعني انا ما اعرفش في الطرب وبتاع، ولكن احنا بنحب جدا الاستاذ وديع الصافي، وما جه كان على راسنا كلنا وعلى راس الشعب المصري. مدام فيروز لما بتيجي مصر، الاستاذ جورج وصوف لما جه، الاستاذ وليد توفيق لما بيجي، لا كلنا بنحبهم حقيقي. ولكن اذا كان عمرو دياب، انا ما اعرفش اذا كان نزل اتكلم على المطربين بالصحافه انه قيله، ده قيله وقال، انا ما سمعتوش. فاهم قصدي ازاي؟ حضرتك متاكد ان هو قال؟ متاكد كلام الجرانين. يبقى على طول لازم يبقى في رد قاسي على هذا الفنان اللي جه وشلتوه وكرمتوه. اذا انت متاكد على طول يبقى في رد قاسي. ايه هو؟ تجاهله. انت اللي عملته، انت اللي ممكن تتجاهله على طول. هل برايك احنا نرد عليه مثل ما هو قال؟ لا انت ما تردش، انا قلت لك تجاهله. امنع قلمك من انه يتكلم ولا الكاميرا انها تخدمه، رغم ان هو فنان مصري. يا اساتذه بعد اذنكم هشام بليز قول لهم عندك يسكتوا. افندم مين هو جمهوري؟ جمهوري انا الاطفال نمبر 1 بموت فيهم. هما بيحسوا على فكره الطفل اصدق فعلا. الطفل ما فيش عليه بقى حب ده ولا ما تحبش ده، زي ما هو عايز، يا بيعمل لك كده يا بيعمل لك كده، ملهاش حل. فبيبي بيحبك، ده 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 ثروتي الحقيقيه صدقيني. يعني الفوازير لو تشوفي كم الاطفال اللي بيشوفوني، مش تعملي الفوازير السنه الجايه، قول لهم اللي بعدها، عياط كاني انا السبب. يعني فاهمه ازاي؟ مش عم هشرح له ايه، لكن هلا استني الفوازير وين صارت؟ فوازير عم تقول حاضر حاجه لبنانيه حبوا الفوازير سنه 91 اكثر من سنه 93. فبرايك شو السبب؟ قال لك ايه على طول وعلق دايما لولادك. فبرايك كويس انك قلت قال لك ايه؟ قال لك 91 ما كانتش انا، كانتش انا، هيدي الفوازير عرضوها هنا 91. يعني هلا اول سؤال انه هل رح ترجع تعيد هالتجربه مع المخرج؟ وثاني سؤال هل اخذت الخط الاستعراضي واعتزلت التمثيل مجرد تمثيل؟ ابدا. شريهان نمبر 1 ممثله ممكن تكون ممثله استعراضيه، ممكن تكون ممثله كوميديه، ممكن تكون، ولكن انا اساسي والشيء اللي دخلت الفن بخصوصه هو انه شريهان ممثله بقى ايه. اتمنى اني اكون ممثله شامله، يعني لو جالي دور استعراضي اعمله، لو جالي دور بنت بلد اعمله، لو جالي دور
اي شخصيه اقدر اعملها، لكن اساسي مش استعراضي. يعني حتى انا درست الاستعراض من وانا عندي 7 سنين، لكن ما كانش في دماغي ان انا هكون في يوم من الايام ممثله استعراضيه خالص. ده حتى عملي في الفوازير صدفه. انت عارفه كل حياتي الفنيه صدفه، كله صدفه، ما كنتش داخله الفن، كله صدفه. هل راح ترجع هذه التجربه مع صديقتك؟ مع مين؟ فنيه المخرج قصدي. شوفي انا اقول لحضرتك حاجه عشان نكون واضحين، الفوازير ماتت بموت فهمي عبد الحميد، خلصت. دي كانت فكره الراجل ده، والراجل ده كان مبدع فيها رغم انه ما كانوش بيدوا له امكانيات 1/100 من اللي موجوده دلوقتي. فهمي عبد الحميد الله يرحمه كان راجل عبقري بجميع عناصره، بالاستاذ صلاح جاهين، بالاستاذ عبد السلام امين، بالاستاذ حسن عفيفي مصمم الاستعراضات، بالعمال بتاع ده، كان راجل عبقري. فهمي عبد الحميد كان ممكن يطلع من خطا في الديسك بتاع الكمبيوتر خدعه جديده. فهمي عبد الحميد كان عبقري. الوقت عشان يتعمل عمل استعراضي او فوازير، انا من رايي انه مش كلمه تتغير جلدها وخلصنا، مش الخطوه بس اللي هتتغير، لان الخطوه انا في حاجه قلقاني مش عارفه اتكلم، مش عارفه. لا انا ما بخلصش السؤال، مش هقدر اجاوب طول ما انا مش عارفه اركز معاكم خالص. طيب خلوني اكمل لكم السؤال دوت. الفوازير. فالفوازير انا من رايي انه الفوازير مش يعني بنيجي نقول ايه عشان نغير شريهان بنيلي، نغير نيلي بشريهان، نغير فلان بفلان، مش احنا اللي نغير الورق. ان شاء الله بقى احنا نقول يعني النجم هو اللي يقول الحل والمتفرج يقول الفزوره، بس كفايه انا لابسه لونه ايه احمر، انا فين، انا في الصين، انا رقصت كده يبقى اسبانيولي، خلاص كفايه يعني، فاهمه؟ ممكن يتحط شكل تاني، والمتفرج عموما بيحب الفوازير، يعني بقت خلاص اساسيه كمان في رمضان، بقت زي طبق الكنافه على السفره، بقت زي الترشي، بقت زي الملوخيه، موافقه بس تتقدم في اطار تاني، في جلد تاني، في ورق تاني، لانه ما وقفش الفكره عند مقدمة استعراضية فزورة فينال استعراضي، ما وقفش الفكر هنا أبدا، ممكن نلاقي لها أكتر. فأنا شخصيا حاولت في 93 أني أغير شكل المسألة، وأنه أحط شريهان مع شخصية كرتونية، ولكن صدقيني محتاجة المسألة مش بس تغيير الخطوة من الأستاذ حسن عفيفي الأستاذ عطف عوض، أو من الأستاذ عبد السلام أمين الأستاذ سيد حجاب، أو لا، المسألة محتاجة تغيير جذري، فاهم قصدي ازاي؟ محتاجة إطار مختلف، مش عيب. وبعدين أنا شايفة إن كل تجربة وكل شكل بنفكر فيه بنحاول فيه جدير بالاحترام حتى لو فشل. خلينا نحاول، ما خايف 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 من إيه؟ حاولوا نجرب نعمل. أنا شخصيا السنة دي مش هقدر، لأن أنا بكل الحب اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه ده، الناس اللي كل ما أقع تشيلني، كل ما أغلط تطبطب عليا وتقولي ما تعمليش كده تاني، يعني لازم أكون قده. مش مشكله انه النجم ينجح، لا، النجاح سهل قوي، بس ان يحافظ على النجاح دوت هو اللي صعب. فخوف شديد جدا من ان كل ما بعمل عمل ناجح اللي بعده بيبقى رعب. فانا عشان اعمل فوازير جديده ما عنديش مانع اعمل فوازير جديده، ولكن تحضر من السنه للسنه، من رمضان لرمضان. يعني اذا عاوزين فوازير للسنه الجايه ابتدي من دلوقتي عشان اعرضها في رمضان الجاي، مش قبلها ب 17 يوم. لو انا مش عارفه ايه المراه الحديديه، مش قادره، هموت. لانه بعد ما بقدم الفوازير بقدمها في شهر و17 يوم، وانا بصلها بقول كان ممكن اعملها احسن. يعني 17 يوم دول ما يجوش قلع ولبس، فاهم قصدي ازاي؟ ما يجوش تمرين على خطوه، ما يجوش شيل مكياج وحط مكياج، ما يجوش تسجيل صوت، عذاب. انا ما اقدرش اكون اقل من المستوى المتفرج عاوزني فيه. فما عنديش مانع اني احضر العمل من السنه للسنه، كل الناس بتعمل كده،
يتكتب مرة واثنين وثلاثة ويعاد، يتعمل مسابقة لأكثر من 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 مؤلف من كاتب ونشوف أحسن فكرة جديدة الجيدة يبتدي ينفذ فيها، يبتدي الملابس تتوضب مظبوط، الراقصين يقيسوها واسع ضيق تنفع في الخطوة ولا لا، نبتدي نتمرن نسجل نخش جاهزين نخلص قبل رمضان، اصل رمضان ما بيجيش فجأة ولا صدفة، رمضان معروف جاي امتى، فاهم قصدي ازاي؟ فاحنا ممكن اذا كان كده انا ما عنديش مانع ان شاء الله. معاك في صحفيين قولوا لي تحت الاوضاع الحاليه بمصر الموجه الاسطوريه عبود انه في ضعف التسويق المشاهدين المصريين على اساس توجهت شو توجهت اكثر اعمال فنيه الى الخارج شو تعليق على الموضوع؟ على ايه اصوليين ولا على اساس انت عاملك ضمن مصر ايه؟ نتيجه الموجه الاصوليه لا مش فاهم حضرتك تكلم مش فاهم لبناني اعيده لي تاني ما اعتقد الاوضاع القائمه حاليا بمصر الموجه الاصوليه العنف استقر الاصوليين على اعمالك يعني اثر على اعمالي لا انا عايز اقول الانتاج الفني المصري انا عايز اقول الاصوليين موجوده في كل حته في العالم مش في مصر بس اثرت هنا اثرت في في في, في الكويت اثرت عندنا اثرت في الجزائر مش هتاثر احنا مكملين زيكم احنا عندنا اراده نكمل مين انت صوابعك زي بعضها صوابعك مش زي بعضها اللي عاوز يتراجع يتراجع واللي عايز يكمل يكمل واللي عايز يجي يكمل معانا هيجي يكمل معانا انت مصر ليه انت مصر على حاجه في دماغك انا واقفي انا هكمل انا مش هتراجع انا هكمل وان شاء الله هيجي يوم وهيبقى ملهمش مكان عندنا لو احنا ايدي في ايدك في ايدي قاعده حرب احنا مش من خلال اعمالك انا مكمله اهو انت شفتني قاعد انا الدليل اجابتي مسرح بناء ايه في فيلم باستعراض لبرنامج بمسرح على الاستعراض طب انا بقى ارقص للاصوليين ازاي بالدرجة الأولى باسم إذاعة لبنان الجديد وبالنيابة عن اللبنانيين نرحب فيك الله يخليك يا رب وبنتمنى لك النجاح والتوفيق والعودة إلى الوطن سالمة ونرجو من الله انك تاخذي فكره طيبه عن الشعب اللبناني اللي بحب كل شيء عربي بيجي الى لبنان يا رب يخليك ونتمنى لك التوفيق ويسعدك يا رب وعلى فكره انا سعيده والله اليوم العربي ليه ده تفضلي حضرتك قبل ما اسال في سؤالين بدي اسال تفضلي بس بحب اكد على قصه البوديجارد بقولك ليه ده بعد اذنك ايوه بحب اقول لك بس انه ثقه الشعب اللبناني فيك خليته كثير منيح انه ما يصدق كل الخبريات اللي قطعت الحمد لله اول شغله والشغله الثانيه لانه هيدي الظاهره كثير عندنا بلبنان منتشره يعني ما مفروض انه يحكي فيها يعني حتى ارباع الفنانين اللي عندنا بيكونوا اول مره طبعا وعندنا نفس الحكايه بكل العالم بكل العالم يعني ايه شغله حتى الشغله الثانيه اللي احنا ما خدناها يا بقى هيدي شيء يا حبيبه قلبي انا سعيد يمكن بدك تمشي شيء كم شو بدك اياك احنا حتى ما عرفنا اللي كان الفن يكون على اعمال دي حقيقه على فكره والله ما انا انت اصلك مش عارف بقيه القصه مش عارف ليه كتب عليا يعني عشان انا ما لبيتش دعوه بس هيدا اللي بدنا نسالك عليه انه هو اذا بده ينتقد المفروض ينتقد على اعمالك الفنيه هلا ليش تصرف اكيد يمكن في سبب ثاني في سبب ثاني طيب هو يعلمه كويس قوي إذا فيك تقولي لا فينا نعرفه بس بصي حبيبتي أنا عرفت إن هو بيكتب المقالة الثانية دلوقتي شتيمة فبعض الناس قعدوا قالوا لي إيه لازم نعمل صلح وكده ممكن حد يكون معانا هنا يعني يا رب يكون سامعني فبعض الناس عشان كده أنا مصرة إن أقول أنا سألت السؤال ده في الإذاعات وفي الجرايد ما خلوش فعملوا صلح وقلت لهم يا إخوانا ده شرف ليا إنه يشتمني شرف لأنه أنا في ناس حيتني وقالوا لي إحنا سعداء إنه شتمك شتمك يبقى انت يا اما ما لبتيش دعوه يا اما رفضتي له اي فاحنا هم يعلموا فسعدت جدا انه هنا عارفين يعني لقيت ناس جايه بتقول لي الكلام دوت لما جم بقى بعد كده يقولوا لي المقاله الثانيه عايزين نعمل ناس بقى بيحاولوا يصلحوا عايزين نصالحكم عشان المقاله الثانيه كان بيشتم فيك قلت لهم لا ده طلع شرف لينا وزي يفضل يشتمني لو مدحني يبقى في شيء انا لبيته له مش عايزه اصلح انا عايزاه يشتمني فالمسألة أبسط من كده ومش أول ولا آخر جورنال يشتمني والحمد لله القافلة
شغلة ثالثة بس إذا لاحظت أنتم جاي مسرحية شارع محمد علي بالبيكاديلي فيلم الفنان غلط فيها مين؟ يا ماما يا ماما مسرحية شارع محمد علي بالبيكاديلي بكل المسارح اسم الله يغسل العين وتلي الدنيا. شو حسيت بس شفتيهم كله؟ ما حسيت انه الجمهور اللبناني يمكن مثل الجمهور انا سعيدة جدا بالجمهور اللبناني و كنت متخيلة انه حيبقى فيه ان شاء الله اقبال وكده، لكن مش بالشكل ده. يعني انا مبسوطة جدا لانه حسيت ان المتفرج اللبناني ذكي جدا، واعي جدا، لماح، مستمع جيد. لو في دمعة تحسي ان كله ساكت، لو في ابتسامة كله بيضحك، لو في تسقيف كله بيسقف، كله داخلين كله متفق مع بعض، في التزام فظيع، في احترام للفنان وهو واقف على المسرح فظيع. حقيقي لو احنا عاوزين نقيس عمل فني في مصر لازم نجيبه بيروت، واحنا نعرف دي حقيقة. بس بما قلت انه اكتر جمهوري بتحبيه هو من الاطفال، ليش ما تقومي بعمل سينمائي للاطفال؟ انا نفسي بتمنى ان انا اعمل عمل سينمائي او تلفزيوني او حتى مسرحي للاطفال، لكن للاسف انا ما قدرتش اعثر على اي نص جيد اقدر اقدمه. انا اتمنى حتى بجد، انا 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 على اتم استعداد. لو عندكم عمل جيد للاطفال انا مستعديه. لو في رايك في تمثيل فيلم لبناني او يعني تمثيل يتم تصويره لبنان او مشترك لبناني ما عنديش اي مانع، ما عنديش اي مانع. شريهان بمقابله معنا هشام سليم صديقي ومخرج المصري بيقول انه بالسينما المصريه حاليا في مجموعات، عشان هيك السينما المصريه عم بتعاني من هاي الازمه اللي كثير عم يتحدثوا عنها. نعرف انه شريهان كانت بفتره كمان بقلب اللعبه خبريات ونقابة وما شابه. السينما المصرية حاليا كيف ممكن انقاذها برأيك، وبالتالي انقاذ سينما تعودوا عليها العرب وكانوا ملجأ لكثار يلي حابين يكونوا مشهورين يعملوا سينما عن جد يرجعوا لمصر هوليود الشرق مصر، كيف ممكن انقاذها سينمائيا يعني كم شرط برأيك؟ شوفي ده موضوع مهم جدا، ولو حبيت اتكلم فيه طبعا محتاج اتكلم فيه بتوسع، ولكن هقول لك بعض النقط اللي ممكن تيجي على راسي دلوقتي. اولا المجموعات اللي الاستاذ هشام سليم اتكلم عليها او اللي حضرتك بتقولي عليها دي موجوده هنا وفي امريكا وفي كل حته، مجموعات موجوده بس بتختلف بقى من حيث المستوى المادي الفكري، لكن المجموعات موجوده في كل مجال وفي كل مهنة مش بس في الفن. ولكن أنا شايفة بادرة خير في الفن السنتين اللي فاتوا دول، نوعية الأفلام مختلفة، نوعية الفكر في المواضيع مختلفة، نوعية المتفرج اللي بقى يخش يتفرج أذكى. ما بقاش موضوع الفيلم جالنا احنا كام سنه كده بقينا ننزل لعقليه المتفرج، ما ناخدش عقليه المتفرج ونطلع. يعني المتفرج عاوز ايه نعمله اللي هو عايزه، مش احنا بنعمل ايه ولازم يحاول يفهمه. يعني كان يوسف شاهين بس هو اللي ماشي واحنا في حته تانية، فاهم ازاي؟ عم قال بيحاول حتى لو كانت مجرد محاوله، فاهم قصدي؟ لغايه ما بدا ينزل الطوق والاسوره، ينزل يوم مر يوم حلو سيده فاتن الحمام، تنزل مجموعه استاذ يحيى الفخراني عمل اكتر من فيلم، استاذ عادل امام عمل اكتر من فيلم، مساله بدات تتظبط شويه. لكن طبعا عندنا مشاكل كثيره في الفن، بس لو هنتكلم في العموم هكلمك في الموزع الخارجي اللي بيتحكم في في المنتج المصري، هكلمك في ايه؟ هكلمك في دار العرض، في الكرسي اللي بيقعد عليه المتفرج،
ما تقدريش تنزلي راجل محترم يدفع تذكره محترمه في السينما وتقعديه على كرسي ما فيش تكييف ولا عندنا يمكن سينمتين تلاتة محتاجين اكتر من 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 سينما. هكلمك في ايه؟ هكلمك في ان ارتفاع الاجور. بس ارتفاع الاجور قصاد ايه؟ ما هنا بترفع وهنا بترفع، يعني المساله ما احنا جالنا فتره بقى النجم بيتقال عليه نجم باجره، طب هتعمل ايه؟ انا مش عايز اخد الرقم ده مثلا، شريان مش عايزه تاخد الرقم ده، مش عايز اخد 10 جنيه، عايز اخد 3 جنيه. لو ما خدتش 10 جنيه ما بقاش نجم. لو ما انا شايفه في ناس ما تستحقش هذه الاجور بتاخد اجور فلازم اعلى، اما بتعلي بتبقى انت اسمك اكبر. نظموا المساله وانا معلاش واخد المنطق المعقول عشان اقف جنبها جنب المهنة. انا مش هقف لوحدي، في واحده اقل مني بتاخد اكتر مني، فلازم اطلع بوجع المنتج حقيقي. بس ازاي؟ ما انت دفعت الجي، انا شايفه نفسي احسن. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، عندك مثلا التزام الفنانين بالمواعيد عندنا طبعا، انا طبعا مش بعم، احنا عندنا ناس فعلا لو طلعوا بره تنحني لهم وترفع لهم البورنيتا في بره في امريكا، لان احنا بنشتغل كلنا مفيش كمبيوترز وكلنا يدوي، فما ازاي يعني كلنا بامكانيات بشريه اللي بتشتغل، العامل بايده، الكاميرا بايدك، هناك كله كمبيوترز، احنا بنهلك. احنا لو طلعنا اقل عامل بيشد شاريوه بره ممكن يتحط على الراس، فاهم قصدي ازاي؟ عندنا الالتزام مثلا بالمواعيد، تبقي ملتزمه وتنزلي في ميعادك، ما بقيتيش نجم، تروحي متاخره ساعتين ما بقيتي نجم. للاسف. لا 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 لا، انا قالوا لي كان لسه فاضل اكتر من 3 مجلات، فاستنيت لغايه لما يظبطوا اداء وانز مش ما دي حقيقة. لا دي حقيقة والله. بالنسبة لأسعار البطاقات بالمسرح يا حبيبتي، أسعار البطاقات بالمسرح، نحن أغلى مسرح عنا أغلى سعر 25 دولار، عارفة؟ فليش عند حضرتك 60 دولار، نص الصالة والنص الباقي 50؟ يا إما كده يا نرجع مصر، مش مغطية التكاليف خالص. في لا والله صدقيني في حالة السفر بتاخدي 3 أضعاف مثلا، فاهمة ازاي؟ النجم مقيده مش طالع. لا مش قصدي، انا بقول القوانين يعني النجوم بتاخد 3 أضعاف الى عمان. حرام، هو حقيقي جاي ومرهق جدا ماديا في الموضوع دوت، وصدقيني انا متاكده سمير خفاجي مش محقق مكسب، ولكن مكسبنا الحقيقي هو ان احنا ان شاء الله نكون نمله وقفت جنب اي لبناني في رجوع لبنان. بس صدقيني دي حقيقه. انا حسني اسعد مخلوقه ان النهارده انا بعرض في لبنان، وسعيده جدا ان المسرح مش كامل ولا جاهز، سعيده لان يوم ما هلاقيه بيبقى اعظم وبيرجع يبقى اوبرا، هقول انا اشتغلت على ده وهو لسه بيرجع، يمكن اكون دخلت ليره واحده لصاحب المسرح ترجع حيطه، وهبقى سعيده جدا. ما حبيتش ان اجي في بيروت كمان 4 5 6 سنين يوم ما ترجع، لان ان شاء الله هترجع، وانا عارفه ان في اراده لبنانيه مش سهله، وده من عشقي للشعب اللبناني ارادته الحديديه. وانا طلبت يمكن من اكتر من جهه ان انا عايز اعمل فيديو كليب ميوزيكال للبنان خاص بلبنان، بيتكلم عن الاراده اللبنانيه، وده بدون اي شيء عايز اقدمه للبنان كده، لانه حابه انه اكون فرد او اصغر فرد في لبنان، اخت نفسي اكون، حاولت اعمل اي حاجه صغيره حتى لو ما عملتش، لكن حاولوا تصدقوا ان انا كنت جايه بحاول. مش عارفه لسه. مين عم يدلعك حاليا؟ افندم؟ بعرف انه والدتك كانت تغير لك فرش بيتك كل ما غبتي فتره ورجعتي. صح. وبعرف العلاقه المهمه جدا كانت بينك وبين والدتك. مظبوط. وكانت تدلعك لمستوى عالي جدا، هلا مين عم يدلعك حاليا؟ ربنا يخليك، والله فعلا انا دلوقتي جمهوري. فيلم جيد ربنا وفقني فيه، ده دلعي.
عمل نجح، شغلي النهارده في لبنان، استقبالكم ليا ده دلعي. انما انا بعد والدتي يعني انا قلت انه داري ما اتكسرش في الحادثه، داري اتكسر يوم موت امي مش في الحادثه، فكانت هي كل حياتي. و يوم حار جدا بس مشي جيد؟ الحمد لله تجربه. انا كنت من اشد المعجبين بالاستاذ محمد خان. نعم. تعجبني عقليته جدا، وكان نفسي اشتغل معاه واتعامل معاه. كان له ظروف خاصه جدا، انه عمل فيلم مع يعني فيلم وكان واخد قرض وكده من قروض من البنك، والفيلم ما نجحش. فاحنا وقفنا كتير مع بعض، ويمكن وقفت مع فنانين ما يجوش ربع محمد خان. محمد خان ده مخرج عظيم وكبير جدا، فقال لي شاري بليز لازم تقفي معايا في الفيلم ده وبكره. قلت له انا ما اعرفش اقرا فيلم واخش بكره، وانا هقول لك. فقال لي الفيلم دوت لو دخلتي معايا هيحل لي مشكله البنك، لانه كان فيها قضيه وحبس وبلاوي زرق. وقلت له لازم نقرا، في تصليحات، هنخش كمان 6 أشهر، في فيلم داخله. ما قدرتش لانه ده محمد خان ولازم نقف كلنا مع بعض. دخلت الفيلم فورا، فيلم كويس، جايز يكون في نفس الدرجه اللي انا فيها الحاليه، جايز يكون في نفس الدرجه اللي انا فيها الحاليه، مش خطوه للامام، ولكن ما فيهوش رجوع لورا. الفيلم كفيلم فيلم بسيط جدا، لاف ستوري صغيره، كل مكسبي فيه ان انا اشتغلت مع الاستاذ محمد خان. في رايين، انت مع اي من الرايين؟ انه الفنان يقدم لجمهوره اللي الجمهور بده اياه، ولا انه الفنان يقدم الفن اللي هو بيتطلبه؟ لا، انا شايفه انه لازم يكون في معادله تقرب وجهتين النظر. بمعنى طبعا الجمهور في نوعيات، الجمهور المحترم اللي بيفهم، فاهم قصدي؟ في نوعيات بيحبها، يعني في جمهوري انا اطفال زي ما قلنا مثلا، وسني، سني ده مفيش كاتب دلوقتي بيكتب قضايا سني، قضايا جيلي، محتاجه اني اعمل لجمهور قضايا جيلي، لانه انا شايفه ان مهنتي رساله. الرساله دي مش فقط انا بعمل فيلم مدته ساعتين بسلي المتفرج وقاعد فاضي جاي من الشغل عايز ينام قبل ما ينام، لا، المفروض اني احط فيه قضيه، اطرح فيه قضيه، وزي ما مثلا حب والرعب. الحب والرعب احنا بنقول فيه، بنقول المرض ده خدوا بالكم بيجي من كذا، مفيش داعي كذا، عوامله كذا وكذا وكذا، فدي قضيه. انت بتخبطي كده على شاب تقول له خد بالك سهم هنا. انا مش من هواة اصلي الافلام من تدلوع مش عارفه ايه عملت. سؤال مانو بريء، ليش لحالك بالواجهه؟ ليش لحالك هلا بالواجهه من بين كل اسره مسرحيه شارع محمد علي؟ الاستاذ فريد شوقي ما عم يبين، الاستاذ هشام سليم ما بين، ليه ما عملتوا مؤتمر صحفي لكل الاسره؟ ما تلومهمش، لانه انا اعلم انه مثلا في مجله بتطلب الاستاذ هشام سليم منه لي. نعم. بيقعد معاها منتصر بالله نفس حاجه، فريد شوقي نفس الحكايه. نعم. انا بالنسبه لي ما قدرتش اقعد مع مجله، ما قدرتش، ففضلت انا اللي عملت ده من نفسي. قلت لهم انا عملت الخميس اللي فات، ولقيت الخميس اللي فات ما كانش فيه توضيب. نعم. مش كل الناس جت، وجمعت كل الاسبوع دوت، واللي ما اتصلوش عملت لهم ندوه، بعت لهم دعوه عشان اقدر ارد على اكبر كم، واذا كان فاضل كم برضو كده هعمله الخميس اللي جاي ان شاء الله. بس ما تلومهمش لان هم حديث ماضي افندم، بحديث سابق جبنا سيرة الطوق والاسورة، مظبوط، وذكرنا سوا انه فيلم نجح جماهيريا ونجح من لجنات التحكيم والمهرجان، الحمد لله، كان جامعة اثنين، الحمد لله. الافلام اللي اجت بعد الطوق والاسورة كانت شريهان معتقدة انها افلام ايضا رح تدخل مهرجانات ولا لا؟ واذا لا، ليش ما بترجعي بتعاودي من جديد فيلم مثل الطوق والاسورة يدخل مهرجانات وينجح جماهيريا؟ صدقني انا من ساعة ما قدمت الطوق والاسورة وانا مستنية نص زي الطوق والاسورة، ومن اسباب عادي في البيت وانه رافضة كل الاعمال انه مش لاقية نفس المستوى، لانه فيلم الطوق والاسورة زي ما كنت بقول لحضرتك من شوية قضية، يعني بعده تعمل ايه؟ مفيش، بس انت ازاي؟ فاضطريت اقبل بعد كده لانه لازم في تواجد معين.
مش ممكن حوار 8 سنين اولا هو كان قصة حقيقية. لا هو في عوامل كتير ما تخليش الطوق الاسورة يتعامل تاني منه. المنتج مش قادر على الانتاج. المنتج مش بتكلم على منتج الفيلم. المنتج عموما دلوقتي تكلفة الطوق كبيرة جدا. انت بترجع لعصر بزيه بملابسه. شوف كم الممثلين اللي قعدوا في الاقصر واسوان 3 اشهر اقامات على المنتج. ايه فندم؟ ست ايام. تكلفة الفيلم كانت جامدة جدا. الفكرة كمان هي قصة حقيقية. هو ده كتاب كان حقيقي واحنا دخلنا في فعلا في البيوت بتاعت شخصية حزينة، شخصية فرحة، شخصية فهيمة بالظبط الاماكن فعلا. وانا بتمنى اني اقدم فيلم زي الطوق والاسورة. عم تحكي عن القضية. عم تحكي انه مثل الطوق والاسورة بعد ما وصل الى هلا وحكيت انه الحب الرعب قضية. طب اذا الحب الرعب قضية بعد ما وصل شيء مثل الطوق والاسورة ليش ما في عن شريهان قضية هي مقتنعة فيها وبدها تقدمها للناس؟ ما بتقدم قصتها مثلا لحدا يكتب لها اياها وهي تمثلها على مسؤوليتها. قصتي انا؟ لا مش قصتك انت. قضية مثل الحب الرعب قصتي انا ممكن تتكتب في 15 فيلم كيف يعني؟ لا قضية زي الحب. اقول لك على حاجة، انا بالفعل والله دلوقتي بكتب 4 افلام. استاذ محمود ابو زيد بيكتب، بعمل معاه فيلمين مع الاستاذ محمود ابو زيد. عندي فيلم مع الاستاذ اسامه انور عكاشه، كله افلام. الاستاذ وحيد حامد افندم حامد برضه بيساهم في حاجه اللي هو بتاع الدكتور. بعمل فيلم حاليا في مصر للدكتور يوسف فرانسيس، فيلم بيكتبه بقاله 3 سنين. وانا في المستشفى في باريس قال لي ان شاء الله هتقومي وهتعملي فيلم. كان وقتها 17 دكتور قالوا مش يا رب بس تقعد مش هتقف. فيوميها قلت بكيت يعني وقلت له اتمنى ان ربنا يوقفني على رجلي وان شاء الله نتعامل مع بعض. وانا بضحك بسخريه يعني انه بتطبطب عليا بالكلام وانا بطبطب عليا. انا الحمد لله مؤمنه جدا وما عنديش مستحيل يعني. على طول كنت قاعده في سيري بشتغل، قعدت صممت ازازه بارفان اللي طلعوا عليها اشاعه لا انا على طول قلت ايه، انا شريان حتى لو كانت امي الحمد لله مأمناني والحمد لله قادره اعيش كويس. لا لقيت انه خلاص مش هقف مش هقعد، مفيش غير وانا نايمه لازم اعمل حاجه. طب لازم الحق استغل اخر جزئيه في اسم شريان. بدات اصمم ازازه بارفان وعملت مشروع، عملت ازازه البارفان، نقيت البرفيوم وانا رسمت الازازه وعملت شكل الازازه ونفذتها. والله دي حقيقه. قلت لو نجح البارفان هبتدي بقى اعمل اخش في ادوات مستحضرات تجميل بارفانات. هعمل ايه؟ ما انا مش هقعد في البيت وحد هيخبط يقول لي والله خدي كلي واشربي فكان لازم اشتغل. حتى ده حولوه لحاجات تانية يعني فاهم ازاي بقى؟ دخلت فيه امراء ومش عارفه ايه. شريهان شمالك شو عملت فيه؟ شريهان ست شريهان مرقت بكثير ظروف محن وان كان بشكل تاني. يا هل ترى اذا اجاكي بنت وكبرت وطلبت التمثيل تقبلي ولا لا؟ بنتي عمري ما هقول لها لا او صدقيني انا مش عارفة. اولا يوم ان شاء الله ربنا يديني ويديني بنت شكل الفن هيبقى ايه معرفش. يعني انت بعد العذاب اللي شفتيه كان من الصحفية؟ لا الفن مش هقدر الومه، حرام، هو ملوش ذنب. وبعدين ولا هلوم الصحافه لانه اللي بيكتبوا نقد ودني او غير بناء دول ما يسموش منكم ابدا، دول دخلاء عليكم. دي حقيقه دخلاء عليكم. انما انا بنتي او ابني اتمنى اني ما امليش عليه اي راي. انا نفسي يبقى له شخصيته المستقلة وهو اللي يختار. لكن انا لو حسيت انه عايز يعمل حاجة هوجهه او لا يعني. وهو يعني شو توجيهك مثلا؟ توجيهي انا اتمنى انه يبقى له حياته الخاصة. الفن بيقتل الحياة الخاصة. الفن بياخدك من بيتك وجوزك واخواتك وحياتك وسريرك ونومك وكل حاجة. الفن يعني بتديله يوم ما تخشي الفن تقولي لازم تنسي كل حاجة
حياتك مقلوبة. فنان شريهان بالنسبة لنا نرجع لفكرة الفوازير انه في سخاء كتير على ملابسها، يعني نحن نشاهد معك ننتظر شريهان لنشوفها شو لابسة، اتمنى يعني ما عم نقدر يا روح قلبي عم نلاحقها بثيابها، ما عم نقدر نلاحقها بالدور بالفكرة. شو تعليقك؟ انا يوم ما فكرت احط ثياب غالية في الفوازير ده لانه لسبب، يعني انا يمكن حضرتك لو شفتي الطوق والإسوارة أو شفتي شارع السد أو شفتي فضيحة العوم هتلاقي لابين كاستور وشبشب بلاستيك ومنديل بوية مفيش مكياج. إنما العمل الاستعراضي أنا شايفة إنه لازم يكون فيه رشاس، لازم يكون فيه إبهار، ملهاش حل. عمل استعراضي يعني الكاميرا نفسها لازم تكون مش كاميرا عن الكروس فلتر العدسة، حتى لو بتعملي عمل فقير لازم يكون فيه رشاس. حتى لو استعراضي المفروض عامله بنت غلبانه بترقص لازم يكون في رشاس. احنا مش اقل من بره ومش اقل من اوروبا، فانا شايفه انه لازم يكون في غنى في الاضاءه في التصوير في الملابس في المكياج في الشعر في كل شيء، في الخطوه لازم يكون في غنى ثراء. احنا مش اقل من اوروبا ومش اقل من اللي بنشوفه في اوروبا، واحنا ممكن نوصل لزي بره. احنا ينقصنا فقط حاليا استوديوهات امكانيات ديسكات، انما احنا ممكن نعمل ده. لما انا حسيت اني اقدر احط عنصر متواجد عندي ما حطوش ليه، ما ده في وشي وفي وشك وفي وش احنا العرب في وشنا، ده عمل بيطلع بره ليه ما يطلعش صح، ليه ما يطلعش مظبوط، احنا مش اقل منهم. يعني الابهار انا اللي بصمم ملابسي وانا اللي بعمل كل حاجه. لما حد بتدفعي ثمن الملابس؟ جايبتك الخاصة؟ انا انا اللي بصمم كل هدوم. المصمم اللبناني في التركيز يلي كان برزك باحلى حله. بايه؟ باحلى حله، باجمل حله، باجمل حله. ايه انت اللي كان خير دليل وخير احسن وسيله اللي عبر عن المصريين وعن معاملتك معه الجيده. انت لاي درجه ساعدتيه بمصر؟ لأني درجة ساعدته وتشهد الفوازير. يعني الأستاذ فؤاد سركيس جالي قال لي بليز أنا عايزك تدخليني مصر، عايزك تدخليني مجال الأزياء وكده، وأنا مش حبان يعني مش حذر إلا لو حد بيفهم إنه يلبس و أنا مش من هواة إنه حد يصمم لي ملابس ولا أنا بحب أنا أصمم لنفسي وأنفذ، يعني اجيب بقى فؤاد فلان 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 ينفذ. ولكن من اصراره وانا حسيت انه دماغه كويسه قوي في التصميم، وزي ما قلت لك انا بحب لبنان، احنا بنيجي هنا بتساعدونا، وهو جه مصر كان لازم اقف جنبه، فقلت له اوكي موافقه. وبالفعل جه الاستاذ فؤاد سركيس على مصر، بس المشكله انه لانه مش مصري فما عندوش امكانيات الاتوليه مش عارف يتعامل مع، فاهم قصدي، الماتيريال المصري. عمل لي اكتر من 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 زي، طبعا كان ليا في بعض التعديلات، لكن هو مصمم هايل واخلاقه كويسه جدا. ولكن بس انا بلوم عليه حاجه واحده، ان لما جيت هنا شفت مجله منزل فيها صور لفساتين في مجلة حسناء او كده. اولا في فستان مش بتاعه، لانه اللي كانوا بيصمموا اللبس كنت انا ببعت لجون كلود يتروف باريس. هو اخذ جون كلود اخذ ثياب الجدي لك، بس فؤاد سركيس هو انت اخذت ثيابه انا بعد ما شفت صنوب الحسناء وعلى ثياب مادونا. ايه انا هيدا سمعته، هل هالمره ما راح اقول قالوا هالمره سمعته؟ لا مش مزبوط، خليني اقول لك الحقيقه من فضلكم نسمع الحقيقه. انه انا جالي فؤاد سركيس بيقول لي من فضلك عايز اخرج من خلال مصر مصمم كبير. ايوه ده بالظبط، انا بقول لك ده المزبوط، ده كلام واقعي. يعني قلت له اوكي يا فؤاد جبته، بس كان في جان كلود جيتروا، كان في فيرزاتشي، كان في ليليان رومي باريس، كان في أليميا، كان في عبلة اللي هي كل البدل الشرقي والحاجات الجلابية الصعيدي المصري كل ده،
مش فؤاد طبعا سركيز، وكان في لفؤاد سركيز بالضبط 4 فساتين، بالضبط 4 فساتين، فاهم ازاي؟ فاللي حصل انه انا لقيته واخد فستان، هو كان معايا على طول في الاستوديو فبيتصور معايا في كل حاجه، فحطها وقال ان ده فستان، ده حرام لانه ده مش هو النجفه. النجفه حرام، ده مش هو، ده التلفزيون المصري. بس خبرينا شو جو التعاطي كان بينك وبين التونسيين اللي هنا عاده بيحكوا فرنسي؟ انت اساسا هتضحك عليا، لا، لان انا عمري في حياتي ما اتكلمت بالفرنسي، انا اساسي انجليزي. تعلمتي لما جالي بقى الفيلم الفرنسي ده طب مجازف، يعني انا كل الفن حياتي كلها مجازفات، يعني خليني اجرب، مش عيب حتى لو فشلت مش عيب. وانا اساسا رافضه اني اخش مهرجان كان خالص غير وانا نجمه، حتى لو ما خدتش ولا جايزه ولا حاجه، بس اخش ونجم، اخش في المسابقه، ما اخشش كان عشان عايزه تذكره اروح اتصور على قدام الكارتون واقفل الكروزات وانزل البحر، لا، مش مساله تذكره، يا روح فنانه داخله، حتى لو الفيلم دخل وخرج ده شرف ليا، انه هناك ما بيقبلوش غير بمواصفات معينه، الفيلم، الصوت، الاضاءه، ففرحت جدا انه الفيلم ده داخل مهرجان كان، وتصويره ما بين كندا وباريس وتونس والمغرب. وكل الممثلين معايا فرنسويين، وفي تلاينا، وفي الاستاذ جميل راتب مصري، وفي واحد تونسي، وفي من المغرب، والمخرج صاحبي الاستاذ رشيد فرشيو، ومخرج دماغه كويسه جدا وقصه عجبتني قوي. فقلت طيب خليني اعمله، بس على شرط مش عايزه دوبلير ومش عاوزه حد يقول بدالي في الدوبلاج. فقال لي اوكي، مش قادر اقول لك على المجهود اللي عملته، هلكت هلكت هلكت، يعني لو اقري لك الفيديو كنت بصور ورا كاميرا كنت اراك من الضحك، كنت بعمل ستوبات مش عارفه اني عملت ستوبات، انا مش فاهمه، انا حافظه طبعا مفيش ولا حرف واقع مني، فرنساوي فرنساوي يعني. ايوه ايه هلا قلتي دوبلاج، لازم تقولي دوبلاج. دوبلاج لا دوبلاج دوبلاج مش كده؟ نرجع له شريط سماعه، مش قايله دوبلاج دوبلاج. انا قلت ما كنتش عايزه لا دوبلير ولا دوبلاج، دوبلير يعني يعمل حد بيقع مثلا من شباك، ولا دوبلاج حد يقول بصوت، صح؟ يا رب يطلع، بس يا رب يطلع عادل يعني ان شاء الله. قلت باول المؤتمر انا جيت على لبنان لسبب رح اقوله بعدين. اسمع انت، لا قلت ازاي جيت للبنان وليه، ده هنتكلم فيه بعدين. اقصد انه في لبنان لما كنت موجوده ايام اخويا شفتها منوره، لما جيت السنه اللي فاتت 10 ايام بجد بكيت، يعني لانه رحت نفس المناطق وعمالة افتكر كويس، الحمراء كان بيشتغل في البلو اب، جاكس هاداوي، كيغام صباح، فريد الاطرش، كان عنده بيت ندى سن، وكان في سورسو، بيت سورسو فاكس، لا في بيت وشفتي بقى انا بعرف اكتر من زي معايا، بكره هفرجك لبنان حته هعمله بكره، مش عارفين لبنان، مش عارفين حتى. شوف احنا جايين بالظبط 15 يوم، يعني المفروض امشي كمان 3 ايام، لا بعد يومين خلاص. لقيت انه في حجز اسبوع قدام، يعني مديت 15 يوم كمان، 10 ايام 15 يوم، الله اعلم لو لسه الناس حابين حاج. لا اكيد حابين، انا بس يا حبيبي شغله انه اصلا انتوا المسرحيه اجت بوقت نوعا ما، يعني هذا الفصل يعتبر بالنسبه للمسرحيات صعب. عندنا في مصر؟ لا عندنا في لبنان. احنا في مصر ده السيزون دلوقتي. ايه الناس دفع اقساط مدارس. ايه اضافه لشغله ثانيه انه اشمعنى نحن عنا الرحابنة بس ينزلوا مسرحيات، يعني مسرحيات ثانيه كثير بتاثر، هذا الشيء اللي ما لاحظناه بمسرحيتك ابدا، يعني انا امبارح حضرتها كانت كومبلي، يعني بالعكس اكيد بتضل عنا كثير. الحمد لله رب. انا سعيده طبعا، لانه اذا حضرتك بتقولي انه الوقت ده سيزون مش طبعا، يبقى انا كده الحمد لله يعني حققت شيء في لبنان.
بتمنى يا رب انه لانه احنا داخلين على ال في احنا لقيت ايه ما بقتش الكاميرا تحولت كنا بنقول ايه انه هيدا يعني بتهيالي لو احنا كمان 15 يوم نوفمبر وديسمبر هنا بيكون كويس يعني مش كده؟ وان شاء الله هنبقى احسن يعني. لا انا قصدي انه برغم كل الصعوبات اللي كانت برا انه بالنسبه لك ما تاثرت فيها. ده وسام على صدري من شعب لبنان بجد والله يعني سعيده بجد انا رغم اني مصر وحشتني لكن انا مش عاوزه اسيبكم انا هقعد شويه لغايه ما تقولوا لي كفايه. كله. بس انا ما باكلش الناي لحم الناي ما بياكل ولا لا انا كل المصريين بياكلوا انا باكل. ولا خروف باكل ما باكلش باكل عجل بس بحب قوي التبوله واللبنه والفتوش بموت في الفتوش شهر رمضان وبحب الفراخ بالثوم قوي اسمها ايه بقى الكوسه اللي بالزبادي بموت فيها مش عارفه اكلها فين بموت فيها بجد كوسه باللبن حمود هتروحي من الزينه زي 15 كيلو مين زينه مين حرام عليك يا حرام عليك لا مش حرام عليك انه لا انا رياضه 24 ساعه مش واقف على الستاج برام كده بس في كده وكده ايه شريحان صادفناكي بالسهرات الليليه بلبنان شو اللي جذبك بالمراه اللبنانيه هل تختلف عن المراه المصريه؟ هتكلم عن المراه اللبنانيه هي حاجه جميله قوي تحس انه الشغل شغل عندها يعني زيها زي الراجل الحياة الشخصية حياة يعني تنبسط قوي تضحك قوي تشتغل قوي يعني عندكم الحياة كل حاجة واخد حقها قوي نوم شغل شغل فسحة وبعدين عيشة بتحبوا الحياة بتحبوا المزيكا بتحبوا الطبيعة بتحبوا لا حقيقي لا الفرفشة لا لا الفرفشة والضحك لا والرقص والغنى لا الرقص والغنى انت المزيكا واحنا الضحكة لا والله لا بجد شعب لبنان شعب بس على فكرة احنا فينا صفات من بعض احنا فينا تشابه بين مصر والست المصرية واللبنانية لا احنا كمان تحسي انه المرأة اللبنانية الحياة لا الحياة عندها زيك بتحب تلبس بتحب تعيش بتحب تخرج والإرادة والشغل نفس الحكاية بس ما عرفش بقى في ما دخلتش في البيت يعني المرأة اللبنانية في بيتها ازاي ما عرفش احنا ما عندناش رجالة تيجي متأخرة ما عندناش رجالة ما تكلمناش في التليفون وتقول هو ما في كده يعني انتوا عندكم ايه ما عرفش شو بتعمل اذا اجا متأخر على البيت حبيبي حسيني خلاص انت عندكم زهر تعدد الزوجات كثير نحن ما عنا اياها كثير المرأة المصرية بتضل خايفة شوي نحن عنا الطلاق وهيدي المرأة المصرية ما بتخافش من حاجة خالص زيرو خالص المرأة المصرية كده جامدة شريحان هدفك نعرف انه حامدين مثل بركات لهالسبب انا من محبين الطرب اللبناني من هم الطرب اللبناني مش من محبين حد معين ولكن انا من محبين صوت جميل طرب مطرب يعني مش من الظاهره الجديده بتاعتنا دلوقتي انه كله بقى بيغني كله وما تعرفيش مين فملحم بركات من المطربين اللي صوتهم حقيقي جميل وانا فعلا من اشد المعجبين بيه يعني زي شباب احد ايام محجبه اولا انت كده بتخش في حكم الله سبحانه وتعالى في حاجه في حكم الغيب
ثانيا انا محجبه حقيقي من قلبي، مش شرط احط لك الاشارط على وشي. انت ما تعرفش انا، ما اعرفش انت بين اربع حيطان بتعمل ايه. انا الحمد لله بيني وبين ربي في علاقه قويه جدا بينا. طب استنى عليا يا هشام، لو اما انت تعمل انترفيو هتشوف انا بتكلم ازاي. مش هنا؟ يا حرام طلع مش هشام. سوري. طب استنى عليا يا جهاد، عمال ادافع عنكو. المهم فانا من نوع اللي جوايا جوا قلبي مؤمنه جدا الحمد لله، وقلبي محجب، واعمالي واخلاقي وافعالي وتصرفاتي محجبه. يعني مش قادره اقول لك، مش الاشاره بس اللي بيقفل ان شاء الله يا رب. انما مش عيب انه احتمال يجي في لحظه انا ما اعرفهاش، واحس ان انا عايزه اكمل حياتي بيني وبين ربي. بس دي حاجه حق بتاعي، احتمال الاقي نفسي محتاجه اني اكمل كده يا رب، دي حاجه من عنده مش عيب. لكن لو حصل دوت صدقني مش هكتب على الجورنال واقول ايه الحمد لله ربنا رب. لا مش هقول، لا طبعا دي هدايه من عنده، لكن مش هقول انه الفن حرام. فاهم ازاي؟ لانه في فرق في الحتتين. بس انا عارفه انت تقصد ايه بالسؤال، بس اللي عايزه اقوله لك انه اللي بتقول او بيقول الفن حرام ده هو يشيل وزره، ان هو الوحيد اللي عارف كان بيعمل ايه عشان كده حرام. اذا طلبت منك وجه رساله خاصه بعد ما صار الحادث امبارح باوتيل سمير عميس انت كنت اوتيل، اللي اخذوا الناس فكره عن الشعب المصري شعب ارهابي، شو بتحب تقوله؟ اللي حصل النهارده في الجورنال انه ما تقالش ان هو ارهابي، ده طلع واحد مجنون. فمش عاوزين كل مصيبه تحصل من اي واحد مجنون ولا اعتى ولا واحد خرج عن وعيه نحطها تحت بند الارهاب. ايه؟ عنده شهاده ان هو عنده خلل عقلي ودوت. اللي انا عاوز اقوله ان احنا دلوقتي اي واحد بيمشي يصوت في الشارع بنقول ارهابي، عجلة فرقع ارهابي، صعب كده كده. في حال لا سمح الله اخذوا هالفكرة، شو تحول شو اللي مساج بتقوليها للعالم؟ شو ايه؟ في حال لا سمح الله قالوا انه عن الشعب المصري عم بتحول شوي شوي للارهابية للاصولية، شو بتقول انت رسالتك للعالم؟ الارهاب والاصوليين في كل العالم مش عندنا بس، موجودين. ايه؟ ظهرت السنتين اللي فاتوا دول بشكل، انما الحمد لله زي ما انتوا كان عندكم 17 سنه حرب هنا وطلعتوا في جميع انحاء العالم، اديتولي فكره جوه بلدي ان البلد امينه، فجيت انا كمان دلوقتي هنا. ايه ارهابي؟ عندنا ارهابي، عندنا اصوليين، وهنا وفي الجزائر، كل حته فيه. احنا مكملين وانتوا كملتوا، اللي هيحصل مكتوب بقى خلاص. وإن شاء الله ربنا يقوي السيد الرئيس عليهم وينسفهم، يحرقهم حرق، ربنا كبير. تحت أمركم في أي حاجة.